القصيم الأستاذ ياسر بن فهد الرقدي. السلام عليكم. السلام. حياك الله. أشكر المستشفى الملك فهد الملك فيصل التخصص في الاهتمام والأستاذ ياسر. عندنا بعض الملاحظات في الهيئة الطبية. بداية نتكلم عن التقاليد الطبية. في صعوبة التقاليد الطبية الحصول عليها بشكل دولي في المرضى بشكل سنوي في المريض. أيضا وجود إشكالية في التقاليد الطبية للمرضى أنه الحالة المرضية تكون وضعها ستيبل بإمكانها علاجها بالمنطقة. معليش بس أشرح ذات شرح تفصيلي لأن الإخوان تكلموا فيه بإطراء يعني. لكن التقرير الطبي يفيد بأن الوضع المريض الآن ستيبل بإمكانه علاجه يعني المنطقة بإحدى المستشفيات التخصصية داخل المنطقة. إلا أن الطبيب يعطيه موعد ولا يذكر أنه بإمكانه الذهاب إلى طبيبه الأساسي بالمنطقة لإنتهاء العلاج. دائما في استمرارية كونتينيو على طول. هذه من ناحية التقارير الطبية. الشيء الثاني أغلب الحالات المحولة من الهيئة الطبية لعدم وجود علاج بالمنطقة ترفض نهائيا. وهذه هي إشكالية كبيرة. النقطة الثالثة بخصوص البطل الفروري وصعوبة التواصل مع مكتب مهنية العلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي. دائما نلقى صعوبة في التواصل مع مهنية العلاج. آخر نقطة أحب أتطرق لها أنه جماعة الأعضاء. يوجد عندنا عدد كبير من المرضى منح مواعيد سنتين ثلاثة أربعة وإلى الآن لم يتم إجراء أي تطور في قواتهم الطبية. ودائما الموظف يرجعون إلى الهيئة الطبية نلقى يعني بعض ضغوطات من عندهم بإيجاد أماكن متقدمة لزراعة الأعضاء. نعرف فقط بإحراج وبرضه الهيئة الطبية تقال بإحراج بأنه آخذ سلع. يعني إذا لم يتوفر العلاج المستشفى الملك فيصل تتقلق الهيئة بعدم توفر العلاج. هذا اللي حبيت أضيفه. أخو ياسر الخطاب اللي كتبته قبل فترة 6 شهور أو أكثر لا زال عندك موجود؟ موجود عندي أكثر من سنة الآن. أنا عارف أرسل لي هو على الواتساب. سلام على نفسك. الله يجزاك خير.